جلال السيد الفلاس بحكم على المصحف الكريم بقول اقسم بالله العظيم ان احفظ الدستور واخدم الامه. اي حب للدستور وانت تتعدى على القانون؟ اي حب للدستور وانت تصدر تعليمات مخالفه للتشريعات ذات السياق؟ اي خدمه للامه واولادنا جاعوا؟ اي خدمه للامه واولادنا جاعوا؟ اولادنا بردوا، اولادنا تعروا، نحن لا نروح لبيوت اولادنا، نحن تركنا بيوتنا ولا نذهب لبيوتنا لاننا نمتلك ان نصرف عليهم. نساؤنا ذهبت، نساؤنا غادرت البيوت، منا من تطلقت نساؤهم ومنا من نساؤهم رفعنا عليهم قضايا نفقه. واحنا نقعد بدورنا لا تميل لا غبار، عقولي اني نعيش زي العالم بكرامه واقدر اقري عيالي.